طيب الدنيا رايحة فين في هذا الأمر؟ خلونا نفهم أكتر من الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور عمرو مساء الخير، ومعناه إيه كل هذا الخبر أو كل هذه الأخبار؟ اهلا بيك يا ساره، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. يمكن تكلمتي على صندوق النقد الدولي وتصريح جهاد ازعور. جهاد الحقيقه بيمثل منطقه الشرق الاوسط، ويمكن تصريحه يا ساره في نقطتين مهمين انا عايز اتكلم عليهم الحقيقه. يمكن جهاد اتكلم على ان مصر ماشيه بشكل مستدام وشكل قوي في الاصلاح الاقتصادي، وطبعا ودي كلمه تقليديه جدا ان كل ما تزيد نتائج الاصلاح الاقتصادي كل ما يزيد قرض صندوق النقد الدولي. لكن جهات الحقيقه كمان في تصريح امبارح يا ساره قال كلمه مهمه لازم نقراها ما بين السطور، ان البنك الدولي والمؤسسات الدوليه متفاهمه للتحديات اللي بتواجهها مصر النهارده في خلال الحرب على غزه. مش بس حرب غزه، لا، الأزمة الملاحة في البحر الأحمر اللي رفعت امبارح تكلفة الشحن بشكل كبير جدا، ويمكن بتهدد أو في كلام على إن ممكن النقل الجوي رغم إنه أعلى تكلفة إنه يبقى بديل مؤقت للملاحة في البحر الأحمر. فتخيلي النهارده لما يكون عندنا أزمة مزدوجة، وأنت اتكلمتي على الدولار يا سارة، ودي أيوة. نقطة طبعا مهمة. عندنا نقص في السياحة، عندنا مشكلة في السياحة، يعني الناس اللي مش عايز أقول لك، يعني الناس مثلا الموجودة النهاردة في الغردقة واللي موجودة في شرم الشيخ اللي هي مناطق بعيدة، يعني أنا بكلمك من الغردقة مثلا، لا، في الحقيقة نقص في عدد السياح تقليديا اللي موجودين. لما بنتكلم مع السياح يا سارة أقول لك ذيس ذا ميدل إيست، إحنا يعني الشرق الأوسط، وإحنا خايفين إن أي حاجة فيها كلمة ميدل إيست أو الشرق الأوسط بتضر بالسياحة عامة. فاحنا عندنا نقص في موضوع السياحة، عندنا كمان قناة السويس الحقيقة فيها للأسف فيها دروب في العملة الصعبة في وقت احنا بنحاول فيه ان احنا نجد عملة صعبة، علشان مش علشان بس المشروعات القومية وعشان السوق يمشي، لان المصانع مصانعنا، واحنا عندنا طاقة استثمارية كبيرة جدا، عندك طاقة استثمارية كبيرة جدا، المصانع محتاجة دولارات. طيب انا عايز ارجع مع حضرتك تاني لكلمة جهاد ظهور، وحضرتك قلت لي انها كلمة مهمة، وتحديدا هو بيتحدث عن تفهم المؤسسات الدولية. ليه حضرتك وقفت عند هذه الجملة؟ وحضرتك ما قلتليش كمان ايه الجملة التانية اللي وقفت عندها؟ الجملة مهمة ليه؟ لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دايما بيستخدموا كلمة الثيرابي تشوك، أو يعني فلسفة التشوك ثيرابي، يعني العلاج بالصدمات. ويمكن كان في، وأنا ليه قلت الكلمة دي؟ لأن كان في سبيكيليشن وكلام كتير زي ما أنت قلتي، وأوساط طبعا احنا عارفين أغراضها إيه، كانت بتتكلم على فشل العلاقة ما بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصر. ده مش حقيقي الحقيقة. جهاد النهارده أو امبارح لما اتكلم أشاد بالاقتصاد المصري، تكلم عن الصعوبات، وقلما المؤسسات الدولية تعذر دولة. عشان كده وأنا يمكن يعني أنا بصفتي مستشار سابق في البنك الدولي عارف قد إيه الشغل مع هذه المؤسسات، وشغل المؤسسات ما فيهاش مجاملة ولا تكذب ولا تتجامل إطلاقا، لأن دي سمعة مؤسسة دولية كبرى. فلما تيجي النهاردة تتكلم على مصر وجهاد يقول إن إحنا وجهاد يعني شخصية الحقيقة فير جدا ويمثل مؤسسة دولية لها اسمها، ولا يمكن أن يصدر أي تصريح ولا أي كلمة ولا أي حرف إلا لما يكون يعنيه والمؤسسة تعنيه. إن المؤسسة النهارده متفهمة للظروفات الصعبة اللي مصر بتمر بيها، وإن المساعدات أو العلاقة مع البنك الدولي أو القرض مع البنك الدولي ممكن يبقى أعلى من كده، يعني ممكن يوصل لستة وممكن يوصل لسبعة ممكن يوصل لعشرة، وطبعا رقم كبير إحنا مش متوقعينه. لكن كون جهاد يتحدث عن ان امكانيه ان التمويل يزداد، فده معناه ان البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او المؤسسات الدوليه فاهمه ان الحكومه جاده. ويمكن انت قلتي او اتكلمتي على بنك جولدمان ساكس وعلى تقييم التصنيف الائتماني، ان الاستثمار في مصر الحقيقه مربح حتى في الفتره القادمه، ان التوقعات قد تكون ايجابيه بشكل كبير عكس ما يتم التداول ليه. طيب دكتور عمرو، دلوقتي المواطن بقى اللي في البيت وقاعد بيتفرج علينا هيبقى برضو سؤاله المهم، طب ده هينعكس عليا ازاي؟ يعني انا كل يوم بنزل اشتري حاجتي بتبقى اغلى من اليوم اللي قبله، ده هينعكس عليا انا بقى كمواطن في بيتي بشتري طلبات البيت ازاي؟
شو يا ساره، انا يعني ابتسمت لما سالتني هذا السؤال، لان هذا السؤال بقى لنا 30 سنه بنساله، وانا بجاوب نفس الاجابه يا ساره. الاقتصاد مش وبتبتسم برضو؟ تحية. وابتسمت طبعا، لان لازم نبتسم، لان التفاؤل لازم يكون موجود. يمكن حتى السيد الرئيس في لقائه مع الشرطه كان تصريحه كان تصريح مهم، ان هو راس قمه الهرم السياسي، رأس الدولة يصرح بأن هناك صعوبات، وأن احنا عارفين أن في صعوبات، وأن المواطن يواجه صعوبات على المستوى الاقتصادي، لكن احنا في فترة حرجة لازم نستحمل. ودولة رئيس الوزراء حتى يمكن كان ليه تصريح يعني مهم، وأشار فيه أن ممكن الأزمة دي قد تستمر إلى 5 سنوات. لكن خلينا في جزء إيجابي والتفاؤل. ما فيش قرار أو سياسة نقدية أو سياسة مالية بتتاخد يا سارة وممكن أنها تجيب عائد بكرة أو بعد بكرة. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا النهارده وانا هذا الكلام بنقوله بقالنا سنوات منذ 2020، ان احنا للاسف في عصر اسمه عصر الانسرتينتي، عدم وضوح الرؤية او يعني اللامعقول، او يعني شيء ما تقدريش تعرفي ايه اللي ممكن يحصل بكره. كنا زمان في كتاب الاقتصاد لما كنا بناخد الازمات الاقتصاديه كنا بندرس هذا الكلام، ان الازمه بتحصل كل 100 سنه او كل 50 سنه، وده الكلام ده خدناه واحنا في سنه اولى كليه. النهارده الازمه بتحصل كل 3 4 5 سنين، فاحنا ما نقدرش نتوقع ما يمكن ان يحدث في السنوات القادمه. لكن النهارده عندك، خلينا نتكلم بقى على المواطن النهارده لما نقول له ان احنا عندنا صادرات بدات تزداد، حلم ال 100 مليار اللي السيد الرئيس اعلن عنه ان احنا هتزداد صادراتنا بتزداد، وان احنا النهارده وصلنا الى حوالي 40 سقف ال 40 42 مليار دولار، بعد ما كنا 18 مليار دولار و19 مليار دولار بعد الثوره. سقطنا في النمو الاقتصادي بعد الثوره، والارقام دي مهمه عشان الناس تعرف احنا فين. سقطنا الى 1.6% نسبه نمو اقتصادي. طبعا دي نسبه كارثيه بعد الثوره. طلعنا ل 6.5%، ويمكن كريستين لاجارد، وانا بقول هذا الكلام دايما، كريستين لاجارد لو تفتكر يا ساره، كريستين لاجارد مدير الصندوق النقد الدولي، لما قالت ان مصر لن تكون لها قائمه في 2013 وما عرفناش ناخد قرض بحجم 2 مليار او 1 مليار 1.5 مليار تقريبا. نفس هذه السيده في 2018 قالت ان مصر حققت معجزه اقتصاديه، لان احنا كنا وصلنا ل 6.5%، وقالت احنا عايزين نشوف، قبل ان تترك منصبها قالت عايزين نشوف ازاي مصر قدرت تعدي هذه المرحله الصعبه، وكنا من ال 18 دوله على مستوى العالم اللي حققت نسبه نمو ايجابي. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان نعرف، واحنا يعني مرينا بسنوات مش من النهارده ولا امبارح، انا بتكلم على ال 20 30 سنه الماضيه، مصر مرت بظروف صعبه جدا، ومصر قدرها، والكلام ده للمواطن، مصر قدرها يا جماعه ان احنا نفضل في ظروف صعبه. وانا دايما بقول هذا الكلام وبضحك برضه يا ساره وبتكلم، قدرها انها تفضل في ظروف صعبه. انا بقول هذا الكلام، بقول لو خدوا مصر وحطوها كده جنب استراليا وجنب نيوزيلندا، مصر سوف تكون لها شان اخر. عندنا تحديات زي ما انت قلت، عندنا تحديات من اثيوبيا، وعندنا ليبيا، وعندنا الارهاب في الجنوب، وعندنا المشاكل مع الغاز الطبيعي وترسيم الحدود في الغاز الطبيعي. يعني احنا طول عمرنا يعني بنواجه تحديات، بس ده مش معناه ان احنا هنفضل في ازمه، لا، ده معناه ان احنا قادرين. وانا بقول هذا الكلام عشان الناس تعرف احنا ليه يعني ظروفنا صعبه، لان احنا دايما بنواجه تحديات. لكن لما نبص على مدار ال 20 سنه الماضيه هنلاقي ان احنا تحدياتنا الاقتصاديه قدرنا ان احنا نعديها. ده يمكن دي اهم حاجه، ودي انه يعني انه اي ازمه اقتصاديه او اي ازمه في الاخر انها تمر ويعني تنتهي. انا بشكر حضرتك دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا.